كل شيء صار مع أم جوزيف شيخنا. أخبار منيحة كتير، بس بدكم تدرسوها منيح قبل ما تخطوا أي خطوة، لأنه مو بعيدة يكون في من وراها مصيد يا جماعة. لا اطمن شيخي، أنا هالمرة مطمن من ناحية أبو الطيب، والأخبار اللي جايبة كلياتها مزبوطة. حلو، وشلونكم تصلوا لأم جوزيف بالمستشفى وعليها حراسة مشددة؟ أي هوين يا عمي أبو بشير، أبو حسن ورجاله رح يأمنوننا التغطية، ونحن منفوت على المستشفى، منخردق الدرك ومناخد أم جوزيف ومنقصع. شو هالحكي هاد؟ هذا الكلام لا بينزل لا بميزان ولا بقبال لك أخي. ليش لك أخي ليش؟ أخي شو بكون تفتحوا جبهة؟ هاي مستشفى إلى حرمي، يعني دايم الدوم في دوريات عم تحوم حواليها، أي دورية قريبة حست بالشي اللي عم بيصير بتروحوا فيها. هذا الكلام صحيح، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبدكم تحسبوها منيح، نحن ما بدنا حدا منكم يتضرر. مظبوط، هذا الكلام عين العقل. إذا بدكم تهربوا أم جوزيف، لازم ما حدا من المستشفى ولا العناصر يحسوا على الشي اللي عم بيصير. أوف، وشلون هي بالك أخي؟ بدك يانا نسممه؟ وأنت قلت أخي. استغفر الله العظيم، يعني بدكم تسمموا الناس؟ هذا الشيء مو من أخلاقنا يا جماعة. لا يا شيخي، أنت فهمتني غلط، يعني نحن ما بدنا نسممهم نسممهم. لكن شلون هي أبو شوكات؟ هات لشوف، ترجم لنا إياها. عندي خلطة أعشاب عاملها المرحوم أبي، كان يغليها ويعطيها للي بده يأمله دمبلة من تحت باطه أو شي تالولة كبيرة، واللي كان ياخذ هذا الدواء كان ينمله شي نص ساعة أو أكثر، ما كان يحس على شي بنوب، كأنه ميت. شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك خالي أبو قاسي. مري عليك عصام، فكرة حلوة كتير، ولك الله محيي البطل اللي حملك. أمي أبو شوكات، يعني هي شلون تتاخد؟ قصدي شلون بدنا نوصلها للعناصر؟ بالأكل عمي أبو حاتم، منحط لهم هاي الخلطة بأكل عناصر الدرك، وبس يغفلوا بتطلع أم جوزيف من المستشفى وعلى عينك يا تاجر. بس معناته مالنا غير قرايبه لأبو الطيب، هذا اللي بيشتغل عشي بالمستشفى. إيه وشلون بدنا نوصل له هاد؟ بسيطة أبو العز، شيت إنه نصلوا هاي تركوه علي أنا. أنا بشوف أبو الطيب طمعه بكم ليرة، إله ولقرايبه. قول الله أبو حاتم، دق الحديد هو حامي، روح شوف الزلمة واتفق معه على كل شيء. وأنا رح آخذ الشباب وفهمهم على كل شيء، وبعد منها بروح لعند أبو حسن وبقول له يجهز حاله هو والشباب. عال، وأنا رايح جهز لكم الخلطة، شنو هي بدها تحضير على النار شي 4-5 ساعات. وفكرتوا وين بدنا نخبيها؟ أم جوزيف تنزل عندي يا شباب. لا عمي أبو شير لا، خالتي أم جوزيف تنزل عند مني معززة مكرمة لتتعافى. قسما بالله أم جوزيف ما بتنزل لعندي. الله يبارك فيكم يا رجال حارة الضبع، الله يقويكم ينصركم على من يعاديكم جاه الحبيب المصطفى. أخي أبو حاتم، عيوني أنت عم تحط مصاريف والحمل على الجماعة سهل، ورجال حاضرين شو بدك بيدفعوا. كفو عمي، اللي عندكم واصل.